تفتكر مقابلة برهان وشكري للسراج النهاردة ممكن يحصل فيها ايه؟ والله ما اعرفش يا باشا، بس يعني ظهور اللي اسمه شكري ده لأول مرة مع برهان دي حاجة برضو ملفتة للنظر. ما هو السراج شال الليلة لوحده، وإلا كان زمان الاتنين مشرفين جنبه في السجن. صح. عموما هانت يا باشا، احنا رصدين المقابلة وهنعرف كل حاجة، وبعدين زي ما بيقولوا يا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش. ادخل. يا الحمد لله على السلامة يا حضرة الظابط. الله يسلمك يا فندم. أخيرا. ظابط إيه بقى بشكل مبهدل ده؟ يا فندم بس أعمل إيه؟ تعليمات خالد بيه والله. يا سلام، وده من إيه بقى؟ هو أنا عاوزه كده متدهول وفي مكانه، أنفع علينا صدقني، وبعدين ما ينفعش حد يعرف إنه رجع الخدمة. والله يا فندم مع إني بطلت الدهولة، بس اللي أنت تمر بيه ساعتك أنا تحت أمرك. أنا سعيد برجوعك شغلك تاني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. طب إيه؟ مش يلا بقى عندنا شغل كتير؟ يلا. أول ما المقابلة تتم أول بأول تدوني خبر، مفهوم؟ حاضر يا فندم. يلا مع السلامة. ربنا معاك. سلام يا فندم. يلا يا سراج ليك زيارة. على الله تبقى بفايدة. إن شاء الله تبقى بفايدة. يلا. اقفل يا ابني. يا اخي انا ما صدقت خرجت من المدعوق ده، تجيبني فيه تاني؟ المهم بقى بعد ده كله هنعرف نلاين دماغه ونقنعه باللي احنا عايزينه ولا ايه النظام؟ هيبان كله، هيبان ما تقلقش. وصل. ده ايه الرضا ده كله؟ برهان وشكري مع بعض. سراج. ازيك يا سراج؟ ازيك يا سراج؟ ليك وحشه والله، على عيني ان انا اشوفك كده. بس معلش شده وتزور ان شاء الله. هتزور هتزور. الحركات القرعه دي ما تعملوهاش على سراج الكومي. وبعدين انتوا ايه اللي حدفكوا عليا؟ هو هيكون في تأجيل في الاتفاق اللي بيننا؟ خلاص انا مرتب نفسي ان افارق المخروب ده كمان كام يوم، غير كده هتكلم وهبعبع. وانتوا عارفين ايه اللي هيحصل يا بهوات. ايه بس يا سراج؟ ايه ده كده؟ ايه ده؟ اقعد كده ما تاخدناش على الحاجة. تعالى بس تعالى. اتفضل. انت عارف يا سراج؟ احنا والله العظيم جايين لك عشان حاجة تانية خالص. أنا مفيش بيني وبينكوا أي حاجة تانية خالص. أنا مفيش بيني وبينكوا غير الاتفاق وبس. على رأي برهان، في أنت مالك واخدنا على الحامي كده صحيح؟ لا حامي ولا بارد. بقول لكم إيه؟ أنا روحي بقت في مناخيري من رميتي في المخروبة دي. ما طبعًا أنتوا عايشين بره مبسوطين ومش حاسين بأي حاجة وبتاكلوا في قتة محلولة. عارفين ومقدرين يا سراج. خلاص. هانت. كلها كام يوم وتطلع من هنا خالص. طب لما هي الحكايه كده جايين ليه بقى وعايزين ايه؟ تفهمه انت ولا فهمه انا يا برهان؟ هي عزومه. انا فاهمك يا سراج، بس عايزك بقى تعال كده وتهدى وتفهم اللي انا هقول لك ده كويس قوي. ممكن؟ طول ما انت عصبي كده مش هنعرف نتفاهم يا اخي. نتفاهم ولا تاكلوني الاونطه؟ بقول لكم ايه، انا لف مليون زيكم على صباعي الصغير. يا سراج في ايه؟ ما ينفعش تشك فينا بالشكل ده. احنا من ساعه ما اتعاملنا مع بعض يا اخي واحنا حاجه واحده. يا سلام. لا يا حبيبي، احنا من ساعه ما اتعاملنا مع بعض لا احنا حاجه واحده ولا اتنين يا حبيبي. وبعدين بقى بصراحه كل واحد فينا يدور على مصلحته بس. ما هو اللي انا بطلبه منك ده يا سراج هيأمننا احنا الثلاثة يا برهان. طب شكري والجماعة اللي بره كل اللي بيني وبينهم عملية ولا اتنين؟ انما انت يا برهان ده انت عشرة طويلة يا اخي، جاي تلعب عليا دلوقتي وتبيعني ليهم وتقول لي ايه؟ تعرفوا مكان الورق وبعد كده تسلطوا عليا فتحي عشان يخلص عليا. انا مستحيل اعمل كده. اللي انا بقولك عليه ده هيأمننا احنا الثلاثة. اسمعني كويس، الراجل بتاع الجماعه اللي جاي من بره دوت بدلجانه يعني انا قلقني، مخوفني، حاسس انه شراني، ممكن يغدر بينا. عشان كده بقول لك لو معانا نسخه من الورق دوت ده هيأمننا كويس قوي لو حاول يلعب بينا. هو كده بالظبط. وعلى راي المثل انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، ورفيق ده غريب عننا.
يعني الورق ده لما هيبقى معانا مش هيأمننا من غدره وبس، لا هنعرف ناخد حقنا بيه وقت اللزوم كمان. وحتى لو صدقت كلامكم وصدقت حكايتكم دي، ما ينفعش اقول لكم فين الورق، لان الورق ده الكارت الوحيد اللي لازم يبقى في ايدي انا بس، لان الكارت ده في حياتي. اما بقى اذا كان علشان نأمن نفسنا من غدر الراجل اللي بره اللي انتوا بتتكلموا عنه، مفيش مانع اخرج من هنا وابقى في الامان وفي الهوى، وساعتها اجيب نسخه من الورق وتبقى معانا نأمن بيها نفسنا وناخد حقنا من حباب عينيهم. معادنا في المحكمة يا أستاذ، اتفاقنا تم، يبقى خير وبركة ونجتمع مع بعض بره ونقعد قعدة حلوة من قعدات زمان على رواقة ونرتب حالنا. ما تمش حبعبع وكلكم تيجوا تقعدوا معايا هنا بقى وتجيبوا اللي مشغلينكم ونقعد وبرضه نرتب حالنا بس على البرش. سلام. يا برهان ما انا قلت لك مش عايز اجي هنا يا اخي، بتشام. احنا كده تمام جدا، محاوله التهريب هتحصل في معادها، يعني مفيش اي حاجه اتغيرت. انتوا سمعتوا الاسم اللي قال عليه شكري اللي جه مندوب للجماعه مكان جانا؟ رفيق يا فندم. رفيق او رفيق ده هو حل اللغز يا فندم. ما هو برهان وشكري تحت عينينا وممكن نقررهم بسهوله جدا، ده غير ان كلامهم مع سراج متسجل صوت وصوره عندنا. الكلام مع الاثنين دول ده مش هيجيب اي نتيجه دلوقتي، الناس دي على فكره مش سهله، ويعني مش هيعترفوا على نفسهم بالسهوله دي. مظبوط، لو برهان وشكري عارف ان احنا رصدينهم اكيد هيأجلوا تهريب سراج، وكده طبعا هنكون خسرنا كل حاجه. ايوه بس احنا نأجل اي اجراء دلوقتي لغايه اما نقبض على فتحي واللي معاه متلبسين بتهريب سراج، وصحيح احنا بوصلنا الورق اللي مع سراج. برافو عليك. هو احنا لو عرفنا نعمل الكلام ده هنعرف نجيب الناس دي كلها. تمام يا شباب، حسابكم تستعدوا المعركة اللي انتوا داخلينها. انتوا داخلين معركة بجد، والقضية اللي مغلبانا بقالها سنين جايالكم قشرة، عايز نتائج، مش هقبل اي اعذار. مفهوم؟ مفهوم. طيب خليكم قاعدين، كملوا كملوا.